قلت له صاحبي أمس عبد الملك، قلت له والسبب بعض ما يمتلك، وهو مغترب كان خايف يموت، ولما وصل لها بلاده هلك. أنا قتل وما حد عايزمع بني، أنا وأنت عاله على شعبنا، بتفهم أنا وأنت لازم نموت، تعال صف نقرأ على رواحنا. أنا جيت أسوي معك واجبي، ولو عارف إني مصاحب غبي، أنا أجمعيها تعيش وتموت، أنا أشتريك الخير يا صاحبي. سلام.